ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان. ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الكنيسه من عهد الرومان، هذه في هذه المنطقه هذه اللي قلنا حنايا في بيلا فرانكا دال باناديس. هانتوما تشوفوا اخوتي الكنيسه قديمه، ما كاين حتى شي واحد اللي يحضيها. خلصنا لتحت حيت هذا تابع لوزارة الثقافة، لتحت هنايا المتاحف والمآثر كتخلص عليهم، ماشي شي حاجة كثيرة، 3 الأورو خلصنا. مي المشكل ماشي هو الخلاص، المشكل ماشي هو الخلاص، المشكل هو هذه الكنيسة هما بزاف الناس ديالهم كنقولوا حنا لايكوس. لايكوس هو يعني بنادم فهمتيني ملحد، غنقولوا حنايا انسان ملحد، يعني راه ما كيامنوا لا صافي، هما عندهم الزواج زوجين عادي يعيشوا مع بعضياتهم، ما كيمشي كيعيشوا مع بعضياتهم، يعني علاقه لا شرعيه الى اخره الى اخره، فهمتيني. ولكن غادي تشوفوا واحد الحاجه بان هذه الكنيسه هذه ما كاينش حتى شي واحد يصلي فيها، غادي تشوفوا كيفاش نقيه. علاش حنايا غير الطريق اللي طلعنا منها كامله نقيه، خلافا على المغرب الطرقات ما تقدرش تدوز منهم، بحال دابا الطريق هذه كتكون عامره حاشاكم بالغائط والبول، فهمتيني. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد القضيه، كنت واحد المره كنا مشينا مع شي كوار، كنا مشينا لديك البلاد ودخلنا ديك المسجد اللي كاين كان في هذاك في اللي كان في ديك المينا، وديك المينا راه كانت تهجر شحال هذه، راه عارفين التاريخ ديالها. المهم سمعنا القران مليوح تما في بلاد المسلمين، القران ديالنا مليوح تما، حاشاك الغائط البول شي روائح وشي حاجه، فهمتني. انا دخلت فقط دخلت لداخل وبقيت زعما على هادشي عملت لكم هذا الفيديو هذا، زعما ما فهمتش واش حنا دابا مسلمين ولا حنا، ما فهمتش انا كيفاش، انا راه ما بغيتش نفهم بزاف الحوايج، راه ما فهمتهمش. ولهذا باش ما نخسرش الهضره ندخلوا نشوفوا هذا الشيء هذا، سينو لا بقيت نهضر غادي نتشعشع ورانا صايم. هو المهم لا حول ولا قوه الا بالله، ويلا ندخلوا نشوفوا هذا الشيء. هذا الشيء اللي قلت لكم في عهد الرومان، هذا الحديد هذا 100% يكونوا عدوه داروه له، عدلوه له حيت هاد الناس هادو كيهتموا بالاثار اللي كاينه في بلادهم، يعملوه اسبانيول يعملوه الفرنسيس يعملوه الماجوج يعملوه فهمتيني، يعملوا اللي يعملوه كيامنوا بواحد الحاجه التاريخ، فهمتيني. كيرموا ما كيسرقوش، فهمتيني، كيرموا. شوف ترميم شوفها، ما غادي تسيبو حتى شي حاجه. شوف الناس كتقدس الموطع ديال العباده ديالها، ها النقا هذا اللي كان في المغرب، اقسم بالله عليه العظيم ما كنت تقدر تدخل من هنايا، حاشاكم غير بالبول والريحه ديال هذاك، ما تقدروش تدخلوا، والله ما كنتوا تقدروا تدخلوا. ها هو نقولوا حنا هذا واحد الانخيل، واحد الانجل، واحد الملك عندهم هنا، هاد المسه هنا كيوقف لهم هذاك ديالهم، راه ما كيصليو فيها ما والو، ما كيجيو يتعبدوا فيها ما والو. ها هادي نقولوا حنايا كان كيجيو ديك النوع ديال الرومان في ديك الوقت هذاك، يعني كنيسه عاديه جدا ديال منطقه فلاحيه كانت ديك الساعات، كيعتمدوا على صناعة الخمور وتربية فهمتيني، تربية ديال بعض المواشي وصلت عن النبي فهمتيني، ما كانتش شي حاجة كثيرة. هما حتى جاو دخلوا العرب عاد علموا عاد تعلموا يفلحوا، هذاك هما كانوا كيعيشوا على غير على شنو اسمها، غير على الصيد ديال الحيوانات، ياكلوا الحيوانات اللي يصطادوهم والسلام.
جاو عندهم المسلمين عاد علموهم الساقي وعلموهم يفلحوا وعلموهم يخدموا الارض، فهمتني؟ ها هي سيدي، ها انتم ما كايناش. هنا كتبان مونسيرات، ايوا هادشي اللي نقول لكم اخوتي. يا الله، ايوا هادشي اللي نقول لكم. السلام. يلا سيدي، اذا عجبك الفيديو دق الناقوس واعمل لايك.